معقولة كل هذا صار اليوم؟ يعني ما حدا فيكم براسه عقل؟ اه؟ لميس كرمال الله خلينا نروح من هون، منحط له الكلبشة بالبيت وبعدين بتعصبي على راحتك. يلا رح تحطها، خلص رح تحطها، عشو مستعجل؟ ما في داعي للكلبشة، بناخده على الشرطة وخليهم يعملوا فيه شو ما بدهم وخلص بقى. يا لطيف شو بتضلي تلعي؟ قبل ما تحكي شي اسمعي بالأول شو بده يقول لك، والولاد طلبوا مني ساعدهم لطفش الزعرانة. أبي قلي أنت يعني ما تعبت من توريطنا بالمصايب تبعك؟ شو بدنا نعمل فيك؟ لك رح تصير جد وما كنت تعقل، يلي بعمرك ما بيصير يعملوا هيك تصرفات أبدا. كل مرة منطول بالنا عليك ومنقول هاي آخر مرة. عم تستغل الأولاد وعم تورطهم بجنانك. أنا رح أخذهم وروحيش في مكان تاني غير هون. لميس طولي بالك عليه شوي. شو بدك يعني أعمل بدر؟ حتى مصاري الأولاد أخذهم وما بقى معهم مصروف. شو صار لك؟ عم شو بدك؟ ها؟ بابا؟ عمي فكري؟ شو في؟ بدر! شوف شو صار لك بدر! عمي فكري! عمي فكري! عمي فكري! شو بك شو صار لك؟ عمي فكري! رد علينا! بابا! بابا حبيبي شو صار لك؟ رد علي انت منيح! بابا! لميس لا تخاف! بابا! بابا! يلا اطلبوا الإسعاف بسرعة. يلا عمي فكري، عمي فكري، يلا يلا عمي فكري بابا. المحاكمة تبعك عمي فكري. هي محاكمة هاي؟ ولادي؟ ايه بابا ولادي يلي ولا يوم بعمرك كنت أب بالنسبة لإلي. ولادي شو عم بتقول يا أحمد؟ وقفوا عهيلكن، حفية القاضي وصل. جنيدة؟ إذا محاكمتي بإيدها معناتها خلص أخذنا مؤبد فيها. إيه فكري أليبور، اليوم اجتمعنا مشان محاكمتك، هلأ رح نسمع الشكاوي ضدك ورح نقرر إذا بتستحق تضل عايش ولا لا. مين حضرتك؟ شكله نوبة قلبية، جهزوا له القسطرة. ايه لو سمحتوا نحن شوي ونوصل. طيب شكرا دكتور، شكرا. صبور عمي فكري. على مهلك، على مهلك، نزلها. أنا بمسك الباب، نزلها. بابا بابا فكري وقف، روق فكري، روق اهدوا شوي، ما تخافوا. يلا خلينا بعد شوي. الله يعافينا يا جماعة، شو الوضع؟ الله يرضى عليك. لا تخافوا يا أولاد، ما تتركنا، ما تتركنا، الله يخليك. بابا بابا شو صار؟ قل لي طمني. خلص بقى اهدوا شوي. طولي بالك، رح يكون دكتور. دكتور عمرو، دكتور دكتور ساعد بابا. في احتمال تكون روبي قلبية، تصرفوا. اسمعني بابا، في شي يا مرض؟ اخذ شي ادوية؟ لا ما في ادوية ولا امراض. اخذ خدمة نعاش بسرعة. لازم نعاش. يلا يلا على مهلك عند الباب. بابا يلا 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 استعجل استعجل. ماشي يلا جيبوه لهون، جيبوه استعجلوا. بدر ساعد بابا واتركوه. جيبوه لهون بسرعة. يلا يلا جيبوه، شيلوا الحزام، يلا شيلوه، ساعدوا. ارفعوا، واحد اثنين ثلاثة. بابا يلا تمام. شو هاد؟ بدر شو صار؟ 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 شو ص
مشان هلا نشتي. جهزوا الكهرباء بسرعة، يلا فدوا الغرفة لو سمحتوا. يلا وقف قلبه، رح نسوي له إنعاش فورا. يلا استنوا برا، استنوا برا. يلا لأنه ولا يوم فكر بمصلحتنا ودايما بيفكر بحاله، بعمره ما تعب أو اشتغل لحتى يطعم عائلته. مظبوط، ولحد اليوم ولا مرة شفناه جايب كسرة خبز على البيت، وصرف كل مصرياته عن مشروب، ولهيك بقدم شكوه. بس أنا عملت كل شيء لحتى خليكم مبسوطين مني. أنا عايشكم في فيلا فخمة، سمحت لكم تصبحوا، جبت لكم ألعاب وموبايلات، حتى رقصنا مع بعض. ولا نسيتوا هذيك الرقصة؟ والمصاري اللي كانت لمستقبلنا حرقة، ما كفاها الشيء وحاول ينصب على مدرستنا. فينا رح ننطرد من المدرسة، رفقاتنا صاروا ينادونا أولاد المحتال، أبونا خجلنا. أبوكم خجلكم؟ دكتور ما في نبض، احقنه بالادرينالين وارفع شحنة الكهرباء كمان. بابا على مهلك، على مهلك. لهلا طيب، ما بين طيب معنا ولا يهمك، يعطيكم العافية. طولوا بالكم يا عم، طولوا بالكم. اوعي بتتشائمي، ان شاء الله ما رح يصير له شيء، ما تخافي. واهم شيء تهدي وما تلومي حالك على اللي صار، عم تفهميني؟ قلت له شغلات كثير بشعة بدر. تعالي معي، تعالي معي شوي، تعالي يا عمري. لميس ما تبلشي، وما بدنا مبالغه. لميس يا عمري انت حامل، ما بصير تبالغي. لو ما كان قلبه تعبان ما كان صار اللي صار. بدر ما شاء الله، روح شوفه وخبرنا. طيب ما حدا منهم عم بيقول لنا شو فيك. شوفوا رح خبرك. بدر فيكو شو معك؟ ولك تعالي هون لوين رايح؟ شو صار لك هلا؟ شو لهلا ما طلع؟ الله يحسن الختام، كل نفس ذائقة الموت. إن شاء الله بكفي. شو حكى؟ خلص طولوا بالكم، روقوا شوي. شو هالحكي عمي، ما بصير هيك. وأنا بقدم شكوى ضد هذا المحتال، خطف مني مرتي بيوم زوالتها، وخرب لي مستقبلي، وخرب لي حياتي. الأولاد فاتوا على البيت بسببك، وأنت آخر همك، مو هيك؟ ترك لنا دين بنص مليون، وما سددناهم لحتى انكسر ظهرنا بكل معنى الكلمة. بحياته ما كان أب أساساً، ودائماً بيجيب المصايب، ما شفنا منه أي خير. سرق الموديلات والفساتين من ورشتنا وخلانا نفلس، وأنا بقدم شكوى. وأنا كمان أنا بقدم شكوى. أنا بقدم شكوى. أنا بقدم شكوى. أنا بقدم شكوى. يلا بدر، لهلا ما طلع من عنده، ما عم يخبرونا شيء. ليش هيك؟ شو عم بيصير جوا؟ يا لميس تفائلي بالخير، ابونا ما رح يصير له شيء صدقيني. خلي حكمة تيجي يشوف بابا. ماشي. الو. مرحبا، أنا بكون أخوه لحكمة، أحمد أليبول. أنا كان بدي أحكي معه. بعد الاستماع للكل صار فينا ناخذ الحكم. وقفي لو سمحتي، اسمعوني بالأول. هذا أي واحد منهم؟ هذا أبو الشعر الأجعد. يلا أحكي 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 كتير، أنا بوثق فيك وشو ما بدك إلا. شرف حكمة، عم نسمعك. بالحقيقة فكري مانو أبي. شوفوا هالحيوان، بس هو اللي رباني وحماني، وما في مرة عاملني معاملة مقطوع من شجرة. ولما كنت بدي انتحر كان أول من يركض لعندي، وهو الوحيد اللي إجا ووقف جنبي لوحده وقال لي أنت ابني. بابا حبيبي كمل كمل. تسمح لي احكي انا كمان ماما؟ معلومة، تفضلي بنتي. انا بدي جدي ياخد فرصة تانية منكن يا امي، لانه لولا انت ما كنتي موجودة، مو هيك بابا؟
مبلا معك حق. ما شاء الله عليك، هذا هو الحكي يا حفيدتي الحلوة. تمام ماشي، ونحن كرمالهم بس رح نعطيك فرصة. رح تكون أب منيح هالمرة؟ رح أكون أب منيح من هلأ ورايح، بوعدكم أكون أحسن أب الدنيا، ورح تقولوا عني سوبر بابا بوعدكم. إيه بابا يا روح. يلا لك نرجع يا جدي. حرك نبض رجع، نبض رجع، زيدوا الأكسجين وجهزوا المريض بسرعة لعملية القسطرة، أعطوه خبر للعناية المشددة. لميس رجع نبضه، رجع نبضه، شو عم يقولوا بخير ورح يعيش؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي. يعني أهم شيء إنه القلب اشتغل ورح يعملوا له عملية، بس الحمد لله صار منيح هلا. الحمد لله الحمد لله انكتب له عملية. شو صار؟ قلوا لي مبروك رجع نبضه. اوف اخيرا، ما قلت لكم شفتوا؟ لا شو حكيت مع حكمات؟ انا حاولت احكي معه بس بصراحه قالوا لي بالمستشفى انه ما فيهم يخرجوه مشان الاجراءات وهالقصص هي. المهم انه ابونا بخير. شو هالحكي احمد؟ اجراءات شو؟ حكمات لازم يشوف ابوه، انا بحاكيهم هلا. بس يا اختي ما رضيوا. ايه مو على كيفهم الشغله. طلع ليك وطلع. بابا 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 بلا سلامي. بابا الحمد لله على سلامتك يا فكري. بلا ما انت طيب ماشي ماشي خلص، بعد شوي بتشوفوا اموره منيحه. الف الحمد لله. الحمد لله يا ربي تسلم. بابا الحمد لله. بابا بابا اللمس ممنوع والاقتراب ممنوع مثل ما اتفقنا. بابا بابا طمني عنك. انت منيح شبكوا؟ ليش خفت؟ الحمد لله. معلوم خفنا كثير عليك وتعبنا. حاسس حالك منيح ولا في وجع؟ منيح بابا. شوف اجى عصومي معنا كمان، روح لعنده. الله انت كمان اجيت، معناته كل اولادي جنبي. ايه ومرتضى وعزيزه وعمي زهني برا عم بيستنوا، هن رح يفوتوا بعدنا، قال بس اولاده مسموح انهم يفوتوا هلا، ما في غير حكمه ماله معنا. تعرف لساته بالمستشفى. حكمة مانو هون؟ لا ما بدي، بعتوا لي يا هلا. يلا هو الوحيد اللي وقف جنبي وانقذني اصلا. كيف؟ من شو انقذك يعني؟ حكمة هو اللي انقذني، وكمان بنتك الصغيرة الحلوة. بنتك يعني بنتي؟ اه صدقيني لولا هالقزمة الصغيرة بنتك كان فكري رح يموت وما يرجع لكم أبدا. انت شو عارفك انه انا معي بنت؟ انا ما خبرت حدا بالمرة. انت حامل بنت؟ يا سلام. عم لك بنتك انقذتني، وحتى قالت لكم عطوا فرصة تانية لجده. والله بنتك اللي رجعتني. وحكمة، حكمة لكم ابي وحده اللي وقف جنبي. وين الحكمة؟ يلا روحوا دغري جيبوا لي يا لهون، قولوا له بدي انقذه مثل ما هو انقذني. يلا روحوا يلا. بابا من شوي حكيت معهم على المشفى وقلت لهم ابي مريض، بس قال ما بيقدروا يطالعوه يعني حتى بالزياره، يا دوب بالشهر لنشوفه مره. ما هيك لميس؟ الموضوع صعب شوي. احمد لا تخليني بلش بالمشافي وبالدكاتره هلا. شو هالحكي هاد؟ شو الشاب مسجون عندهم يعني حتى ما بيقدر يشوف ابوه المريض؟ لا مو على كيفهم، انا رح احكيهم. وين التليفون؟ طيب طيب روقي خلص. طيب طيب ماشي ماشي خلاص، انا رح اعترف خلاص. خير حكمة تخرجوه من المشفى وصار له 3 ايام. كيف يعني؟ وقال لهم لا تخبروا عيلتي بهالشي، ما بعرف ليش ما بده يخبرنا. حكمة وينه هلا؟ احمد لميس شو قصدكم؟ ابني ابو الشعر الاجعد مختفي هلا يعني؟ لا بابا طول بالك بس نفهم شو الموضوع. ما بنعرف وينه هسه. بدي حكمة شبك لا تصرخ هيك شبك. جيبوا لي حكمة، جيبوا لي اياه فورا بدي اشوفه. يلا يلا اذا بتريد تعال لبدا بلا ما نتعب المريض اكثر. ما صار له شيء مو هيك؟ لا بس ضغطه شوي ارتفع وهي الامور طبيعيه، بس يفضل ما نتعب اكثر. اذا بتريد ماشي بابا لا تمشي رح اجيب لك حكمة لعندك. اخ يا حكمة يا روحي حكمة.
واخيرا لميس. شو طمنونا كيف صار منيح؟ ايه منيح، حتى برأيي هالمرة منيح زيادة. كيف يعني؟ حكى كتير شغلات، بعدين بقلكن. بس هلا حكمت مختفي ولازم نروح ندور عليه. صار له 3 ايام طالع من المشفى وموصيهم انه ما يخبرونا، وانا ما عرفت كيف رح لكم هالشيء. يعني معقول تخبي هيك شيء مهم احمد؟ بدر ما انك شايف وضع ابي كيف، خوفنا عليه وما خطر لي خبركم. خلص هلا مو وقت اللوم، خلونا نروح ندور عليه. بدر معلش تبقى مع بابا. خلص روحوا انتوا، انا بضل معه، لا تاكلي هم. لا لميس ولا يهمك، حتى الاولاد بيضلوا هون معي، ما هيك يا اولاد؟ ماشي شكرا. يلا احمد خلينا نروح نحن. يلا ان شاء الله ما يكون خاطف لشي ولد جديد، طالما تركوه معناتها بيكون شفي. بدر امتى فينا نخرج فكري؟ ما خبروا؟ هلا هو لازم يضل بالعنايه وتحت المراقبه، واساسا ما بتوقع انه رح يطلع قبل بكره. بس ليش؟ شو ليش ما قلت لك القصه؟ فكري وقت فات على المشفى تسجل دخول باسمه، يعني هلا رح يبعثوا خبر للمخفى، وهو المفروض يكون مكلبش بالبيت. اذا انكشف الموضوع كلياتنا رح نفوت على السجن يا جماعه. وجنيد تركناه لوحده بالبيت وهذا مجنون، يمكن يهرب كمان، ما هيك؟ لك يا عزيزي ليش انتو ما قفلتوا عليه؟ شو عم تحكي احمد؟ كيف يعني بده يهرب؟ شو الحكي هاد؟ لوين بده يهرب انت؟ شو اعطيني الموبايل. شو عم تسوي؟ بعده الو الو اخي احمد، الوضع هون ما نو سهل ابدا. السيد فكري صار معه سكتة قلبية، ومشان هيك نقلناه على العناية المشددة لنراقب الحالة. لا مستحيل، انا عندي تغير موقعه. شو قلت؟ تحرك. لا شو عم لا. تحكي يا احمد؟ يعني معقول اكذب عليك؟ اذا بدك تعال على المشفى لحتى تتاكد. لا يجي رح. طيب بدر انا جاي لعندكم فورا، بس اذا انتو ساعدتوه ليهرب فوقتها ما بتعرفوا شو راح اعمل. شو قال له؟ جاي لهون. شو شو كان بدكم اياني اعمل؟ اكذب على الزلمه يعني؟ اكذب على الشرطي واتورط انا؟ انا رح ساعدك. يلا طيب ماشي مبهر. شكرا بدر تصرف. خلصتي ما هيك؟ حاليا ايه ما في مشكله، بس مثل ما بتعرف يا سيد بدر المريض لسه ببدايه التحسن، خلينا ما نتعب. ايه طيب روحي انت، انا بحل القصه. هلا طالعهم لبرا، تفضلي معي. اخي فكري اخي فكري، جنيده هرب والكلبشه معه والشرطه جايه لهون. خبر الزلمه شو عم يصير معك. جميل جنيده لوين راح يكون هرب يعني؟ اساسا نحن ما بنعرف، انت لازم تخبرنا. بيكون اكيد هرب على المقر تبعنا اللي بالحاره. بتعرف هذا المقر؟ طيب بسيطة، روقوا خلونا متفائلين، هلأ منروح ومندور كلياتنا. لا يا مرتضى لا، ما في وقت لنروح ندور، لازم نلاقي شي نلهي أحمد فيه لما يجي لهون. فكر بشي يا بدر. ولا خليه يجي على القليلة بيعرف أنه ما هرب. بس الكلبشة هلأ عم تتفتل بالشوارع، وإذا إجا وشاف أنه فكري بالسرير. بس أنا رح أحميك يا مرتضى، أنت لا تأكلها. إيه كتير ممنون هيك. طيب هلأ اسمعوني شوي، أنتوا روحوا على الحارة بسرعة، دوروا هنيك على جنيده ونحن منلهي أحمد بشي طريقة. يلا روحوا يلا. يلا مرتضى. لك هاد جنيدو. انت شو عم تساوي هون؟ لك جنيدو امشي روح معه. جنيدو ايه شو صاير؟ على مهلكم شوي، خدوه من هون يلا. خدوه يلا بسرعه. بتعرفي وين فكري؟ يلا فوت يلا، لا تخلي احمد يفوت. ماشي يلا بسرعه، انا بتصرف. يلا مرتضى يلا تحرك. هي يلا جاي لعندك. وين كلمه؟ لك شو صار؟ ها هدول الاولاد. اخي احمد اهلا وسهلا، كيفك؟ الله يخليك، ما قلنا غير هالاب، لا تاخذوا منا فرجاك. اخي شو عم يصير معك؟ يا اخي وضعنا كثير صعب، بس احنا ما قلنا حتى غيرك يساعدنا بهالازمه. طيب انا هلا بتصرف، بس خلوني اشوف فكري. بس خلينا نشرح لك. ما تاخذوا يا اولاد، افتحوا لي مجال، بدي اشوف ابوكم. شبكون؟ لك تعالوا خلصني ولا حركه. انتوا شو بدكم مني؟ فكري وينه؟ بس خبروني. لك اسكت ولا طالع صوتك ولا كلمه، خلوه يتحرك. يلا يا جماعه يلا، حاجه تحرك بقى. بعد هيك بعد الشرطي صار على الغرفه. يلا جميل استعجل شوي، استعجل استنى عم يزين. لا 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 يصير معكم. لك اسكت انت وياه. لك ما كنتوا شايفين الزلمه بين الموت والحياه؟ اهدى ذهني شوي، خلص شبك، رح شوف الكلبشه وامشي فورا. اطلع لبرا، يلا يلا اطلع لبرا، لبرا لبرا، وسكر الباب ورا. خلص ليكو طلع مصيبه. يلا استعجل شوي، استعجل. عم تفتي الشباب حق انا شاملك حاجته. يا دوا بلاش لي سكت لحد ابسطه. خلينا نطالع الكلبشه. هلك اتناقض ما تحركت. ما في قدامنا غير القوه. هلا قوه شو بدر؟ نحن لازمنا شي شغله حده. لك تصرفوا بسرعه، هلا بيحس علينا. طولت عليك شوي. وقف 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 وقف. لا لا تصح، لا تصح. شو عم تعمل؟ ليكو اخيرا طلعتها. ليش قصيتها يا بدر؟ هلا كيف بدنا نحطها على رجل فكري؟ هن فاتوا على الغرفه، فاتوا على الغرفه.
تعالوا وراي يلا بسرعه. يا الله خلصنا بقى شبكه. طولوا بالكم طولوا بالكم، انتوا ما شبعتوا من الصريخ؟ انت كمان مو شايف المريض مانو متحمل؟ انا عم اعمل شغله، عم يزهني بشغله طط. ليش تضايقت؟ ليك يا اخي احمد اخي احمد استنى شوي، حسب ما بتوقع عم بتدور على هي. انتوا اللي قصيتوها؟ احمد الزلمه صارت معه نوبه قلبيه، قصيناها مشان ما يصير مشكله وقت الصعق. ايه بحضوري انا بحضوري انا. ولشو كان عم يتغير موقعه؟ يا الله منك، لسه من شوي حكيت لك، مو نحن كنا برا والزلمه هون بالغرفه واحتمال تكون عاطله كمان، انا ما بعرف فيهم هدول. انتوا مو مخططين لشيء مو هيك؟ يا سيد احمد الزلمه رجع من الموت وانت عم تسالنا عن شيفه كلبشه؟ ايه مو حلوه منك. وانا عم بعمل شغله عم يزهني، شو ساوي يعني؟ انت صاير مثل شرطه كل مين ايده له، يلا خذ الكلبشه. اخي احمد اسمعني منيح، الاولاد المساكين كانوا على شوي رح يخسروا ابوهم، لهيك تصرف بناء على هذا الشيء. انا مقدر يا جميل وما غلطت بشيء، انا عم بعمل شغلي وبس، والباقي بيد النائب العام. والله ما بقدر فيه، ألف الحمد لله. لك شو هاد؟ لك يا جنادو على فكرة أنت فكرتك متت يا فكري، كنت أخلي الكلبشة السوداء ذكرى منك يا رفيقي. تواقيع كل أولياء الأمور صارت عندك، كلهم موافقين على قصة الفصل. إذا كان بدكم تطردوا الأولاد نحن مضطرين أنه نلجأ للقانون. ما في داعي لهالشي دكتور، نحن اجتمعنا اليوم لنلاقي حل يرضي الكل. عن أي حل هذا عم تحكي حضرتك؟ يلا تعال معي. ايه بابا مرحبا. أنت شو جابك لهون؟ هذا اللي كان ناقص، جاي هيك على المدرسة مفكر إنه راح نشفع عليك؟ لا تحاول تضحك علينا يا سيد، الكل بيعرف إنك واحد سيء وصاحب مشاكل كتيرة، نحن كاشفينك، لهيك ما تعذب حالك. شوكت؟ شوكت وين اختفيت؟ آه شوكت، فكر حالك بتتسلى معي يومين وبتتركني بهالبساطة، لا حبيبي كتير غلطان. شوكت؟ شو اللي عم تقوله هي المرة؟ شو بيعرفني بتقول؟ عفوا مين انت يا ست؟ هلا ما بتعرفيني؟ معقول؟ هيك صار هلا ما بتعرفني مو؟ شو سبق قلت لك؟ قلت لك اني رح اعمل لك فضيحة إذا فكرت تبعد عني يا شوكت، متذكر ما هيك؟ متذكر شو قلت؟ بس كتر خير هذا الأستاذ لأنه فتح لي عيوني وما عاد في داعي ضل معك أكثر من هيك بنوب، عن جد الحمد لله، شكرا. يا مدام هون مدرسة يعني مو وقت هالحكي، مو حلو هالشيء. كان يخجل من حاله قبل ما يتقرب مني، قال شيء هو متعلق فيني كثير وبيحبني، وقال رح يفتح لي بيت ويطلق مرته لأنه مو عاجبته، أنت مرته مو هيك يا حرام. والله يا بتول ما بعرف مين هاي المرأة أبدا. إيه طبيعي مدام يقول إنه ما بيعرف عادي، لو كان عم يحكي علينا بس طلع أسوأ من كل اللي هون. يا عيب الشوم عليك. عن جد أنت واحد حقير، يا عيب الشوم عليك. لك يا بتول بتول عليك واحد وسط ليك، ولا تنغروا بالعطر الغالي والطقم الظريف، هدول عدة النصب كلهم. يلا أنا بدي أمشي. والله عم يقول إنه أخي وزر طلع هو أوسخ من الكل، شفتوا بعيونكم؟ إيه بس كمان هو معه حق، أخوك سبق واحتال على المدرسة ونحن معطرد الأولاد من المدرسة. يا حبيبي طبعا فيكن تعملوا شو ما بدكن لأنه بجيوبكن في مصاري كتير وما بيفرق معكن إذا تبهدل الأولاد الفقرة. إيه مزبوط هالشي، الحق معكن، ما أنا واحد بلا فائدة صح، وبعترف إنه احتلت على مدرستكن. الأولاد شو دخلون؟ هدول الأولاد عم يعملوا جهدهم مشان يتعلموا غصب عن كل الظروف. أنا ماضي حياتي كلها شرب وعطول بنام بالشوارع، حتى أنه هذيك البنت كل يوم التاني بترقد وراي وبتجي مشان تلمني من الشارع، وكل ما يصير معي شوية مصاري بروح فورا وبصرفها على الشرب. إيه بس هي من وقت ما كانت بنت صغيرة كانت تنزل تشتغل لحتى تطعمي إخواتها وتلبسهم وتربيهم. إيه وانتو بالمقابل اجتمعتوا كلكم لحتى تتفقوا تقلعوا أولادي المساكين بدون رحم بنوب. كان لازم بدل ما تقلعون من المدرسة تقدموا لهم ميداليات ذهبية على اجتهادهم. شو أخي انت منيح؟ فيكن تقولوا عني شو ما بدكم، حتى عملوا فيني شو ما بدكم كمان، بس الأولاد ما دخلون لا تقربوا منهم أبدا. ها؟ اللي انت منيح. اهدى اهدى. شو حلو كلامه لبابا، لولا العيب كانت نزلت دموعي. انا دمعت عيوني من كلامه، لك ما عاد طلع صوت حدا من الاهالي،
كل الأهالي سكتوا بعد اللي قاله أبي. شكله كلامه أقنعهم. يعني ما أقولي يلعونا من المدرسة؟ لا عصومة ما رح نتقلع. بابا حل المشكلة بكلمتين. على كل حال خلينا نروح هلأ بلا ما يطلعوا يشوفونا عم نتسمى عليهم. تعال عصومة. امشي شوي شوي أخي. ايه طيب انت قرب لك شوي. ألف مبروك يا أولاد، أبوكم حللكم كل مشاكلكم بالمدرسة وما عاد بدهم يطردوكم. يعني هلأ ما في تقليع بنوب، على طول دوام. أنت أحلى أب بالدنيا. بابا حبيبي روقي شوي روقوا. قلت لكم أني حصير سوبر بابا، مو هيك؟ كلها قصة وقت ورح ورجيكم. بس طبعا الشغلة مو سهلة، أنا ما بدي ولا علامة قليلة، اتفقنا؟ إيه وأنا بأيدها بهذا الشيء كمان. يعني هلأ بدنا نحضر للامتحانات منيح ماشي؟ بدنا دراسة. ولا يهمك أخي بدر، رح ندرس كثير. إيه هلأ بما أنه انحلت المشكلة بدكم تسمحوا لي يا جماعة. مسيك هاي الأمانة. عمي خليك اليوم معنا. لا يا بنتي، مرت عمك قاعدة لحالها بالبيت وهداك الغبي ما مبين بنوب. بدي روح شوفها وضل قاعد جنبها. أنتوا تعالوا زورونا. عليك العافية أخي، يسلموا على كل شيء. أنت حبيبي بنت أخي. بدك ترجع تزورنا، اتصل بالسلامة. شكرا يا عم. شكرا. شوفك بخير. اتضل بخير. تعالوا يا أولاد تعالوا يا حبايب قلبي. انتو اسمع، بتجيب ابوك وبتجي لعندي تمام؟ يلا ببقى بشوفكن بخاطركن. انتبهوا على حالكن. ها يلا بابا، هلا باعتبارك طلعت من المشفى خلينا نرجع على البيت لحتى ترتاح شوي. لا ما بدي روح على البيت بنتي، امشوا خلونا نروح لعند ابو شعر اجعد. يلا لعند حكمت. بعرف انه زعلان مني مشان هيك ما اجى شافني، باعتبار ما بده يجي لهون. بروح أنا لعنده. يلا خلونا نروح بسرعة بابا. ونحن كمان منجي معك بابا، يعني لأنه كتير اشتقنا له لأخي حكمت وحابين نشوفه. بس سؤال بابا، يعني هو ليش ما بيجي لعنا؟ ما عم فهم الشي. حبيبي أخوكم متضايق كتير بهالفترة. بابا صدقني حكمت مو مرتاح أبدا، يعني لما رحت شفته هو ترجاني إنه ما نروح نزوره بهي الفترة، فخلص خلينا نتركه شوي بلا ما نضغط عليه. خلص خليه على راحته. شبك لميس؟ كيف يعني؟ يا ما أنا قلت لك قبل أنه تتركيني بحالي. شي مرة سمعتي مني وتركتيني، وأنا ما رح أترك ابني هو بهيك حالي. يلا هلا منحاكي شوي، كلها كم كلمة وبيرجع معنا. يلا تعالي. يلا صار لي ساعة عم بتصل فيك وما كنت ترد. أنا وبابا هلا والولاد رايحين لعند حكمت، قلت لحالي بخبرك إذا فاضي مشان تروح معنا. تمام هلا بيجي. أنتو فيكن تسبقوني وبشوفكن هنيك. لا لا ما في داعي تروح لحالك، عشر دقايق ومنصير عندك. اطلع ومناخدك بطريقنا. يلا طيب تمام لميس، بتشوفيني ناطركن قدام الكلية. يلا تمام. حكمت ولا عصومة، شو جابك انت حبيبي؟ اشتقت لك يا حكمت، كتير اشتقنا لك. وانا كتير اشتقت لكم كمان. شفنا كتير عليك يا روحي. اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك. شو اخبارك ولا؟ ها والله كنا بنزورك بالمشفى بس ما خلونا نفوت. ابضاي ولا يهمك بنوب. بدر اجا كمان؟ ليش جبتوا معكم بابا؟ مو على اساس مريض؟ يا سلام، وأخيراً اكتمل الفريق. قال إذا أنت ما بدك تروح لعنده هو بيجي لعندك. اشتقت لك أنا. رح أقول لك شغلة واحدة، بفضلك أنت نفدت ورجعت من الموت حكمات. كيف يعني ما فهمت؟ شباك ابني رجعت من الموت بفضلك أنت وبفضل حفيدتي كمان هي الحلوة. كرمالكن رجعت، لو الشغلة بإيد هدول كنت رحت من زمان، ما كانوا رح يقبلوا يرحموني أبداً. مو صار معه سكتة قلبية؟ وقت كان بالغيبوبة صار يحلم شغلات غريبة وهي اللي عم بيحكيها هلأ. نطيت لنص المحكمة ودافعت عني مثل النمر، قلت له نتركوه ما تقتلوا، أنا بحبه ما بدي يخسره لأبي. هيك صار. ايه مزبوط، أنا بحبك لكان. أولى مرة تانية. أنا بحبك كمان. إيه؟ مرة. أنا بحبك كمان. يا حبيبي أنت، بما أنك بتحبني والكل طبعا بحبك وكتير كمان، تعال
خلينا نرجع على البيت، انا تعبت كثير ولازم ارتاح بقى. ليك الرجال اجى يرجعك بالرغم من تعبه، يلا بقى. يلا حكمت خلينا نرجع على البيت. ايه اخي حكمت، طول ما انك غايب بنحس في شي ناقص. ايه اخي لو سمحت يلا تعال. تمام رح ساوي مثل ما بدكم، بس رح خبر جدي بالاول لانه ما بيصير روح هيك، وبجيب اغراضي وبجي لعندكم، اتفقنا؟ طيب يلا. طيب يا جماعه ركبوا انتوا هلا بالسياره ونحن منسكر ومنروح كلياتنا لعند جدك. اه طلعوا بالسياره ما منطول، يلا طلعوا كلياتكم. يلا يلا كثير مبسوطه وانا شايفك تملت. كلامك مزبوط ليلى، سمعك حق. في شيء بدك اياه من جوا؟ بصراحه يا بدر انا ما بعرف شو بدي اقول لك بعد كل اللي عملته، يعني انا هلا حاسس انه تعال لهون، تعال تعال اهدى اهدى، نحن اخوات ما هيك؟ يلا لشوف، يلا تعال نسكر المحل. يلا يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.